الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تحية الإخوان والأخوات الفلاحين والفلاحات اللي كيتابعونا، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم ندير واحد تقليم ديال شجرة الزيتون بلدية. حقيقة أنا ما عرفتهاش واش حوزية ولا منارة ولا بيشولي المغربية، حتى هي حقيقة ما كتفرش حتى كتكبر ولا من الحب، حيت ما بين المناره والحوزيه كيكون الغلف. هذيك المناره كتكون عندها الغلف شويه ديال كيكون عندها الورق بزاف وقتيب. المهم على اي هاد الشجره عندها جوج العواد، نخليو ليها واحد ان شاء الله. الطول ديالها راه فات المعدل، نحبسوها واحد شويه من القطب ديالها، تقريبا راه فايتها تعود 3 متر فيها في الطول، وما عندهاش العرض وما مكوناش على عود واحد. كاين هاد الجواد غنحيدو واحد ان شاء الله. والمخدوم المخدوم تبارك الله داك الشيء وعندو الحواض، ولا اللي كيقول لي الجفنه حواض مزيان. هاد السيد الله يعمر يدار الله في الشجر وداير الغبار كيف كتشاهدو، ها هو زارع فيها غبار مزيان وداير لها جفنه كبيره وكيسقي رفطه. والفلاحه هي هادي تبان على عين الشمس، هي ان شاء الله غادي نشرحوا في التقليم ديال الاشجار. السلام عليكم ورحمه الله. كنشرعوا ان شاء الله في العمل، غنبداو بهاد الشجره وانتم غاديين طالعين شجره شجره شجره. هذه اللي قلنا خاصها تكون على عود واحد. بسم الله على بركه الله. وهاد العود انا ما نحبسوش منها بزاف، غنحبسو غير هاد العود شويه حيت مازال واخا حتى مازال ما عليهاش، باقا شويه صغار. هادي راه كتجبد بزاف، مازال ما عندهاش العرض بزاف، وهادشي اللي خاصها تحيد منها صافي. هذا هو القياس اللي غادي نحيدو منها، وراه نشوف شجره اخرى ان شاء الله. هادي نقولوا راه مقاده ومسقمه مزيان، هادي فقط نفتحوها واحد شويه من الوسط فقط. غادي نفتحوها من هنا من الوسط، وهذا نحبسو واحد شويه يعطينا العرض الشجرة لا غير. بسم الله، بحال هاد الشجرة انت ديرها عن بعد، بحال هاد الشجرة ملي كتشاهدو طالعة فيها، خاصها ما كاينش عود واحد من التحت. كيف كتشاهدو راك هاتت او بتعود 4 متر، شاد شجرة كاملة بتعود 4 متر ديال الطول ديالها. المهم على اي نحيد لها العود اللي هو تكونو على عود واحد. وكنحبسوها من هنا باش تعرض الشجرة، كنجيو الوسط. هذا غادي هنا وهذا غادي هنا، كنجيو الوسط. علاش؟ حيت عطيها طول بزاف ومازال هي هالطول ما عداش، وغادي نتبعوها ان شاء الله في المستقبل نفتحوها. حيت هذا اللي حيدنا ليها هو اللي كان غادي يشد لها العرض ديالها، ولكن جا طالع من التحت وكان بعيد من وكان عارف بلاصة هذا مزيان. هاد الزيتون هذا راه تقريبا غالبا غادي يكون كيشبه الحوزيه، حيت هذيك المناره كيكون فيها الغلف بزاف. هادي تاهي طالعين جوج من الارض، جوج عواد طالعين من الارض. نحيدو كيما كان الحال، نحيدو واحد. الطول ديالها تاهي راه فاتت واحد شويه ديال المعدل، حيت ما عمرهمش دبروا، ما تكونوش في الاول. هادشي اللي كاين. المهم خلي لي الطول، راه عندها الطول والعرض راه مازال ما عندهاش العرض. ان شاء الله غنتبعوهم ان شاء الله عام بعد عام تقليم.
هذه عندها عواد، ولكن جاوا الفوق شويه، جاوا مهززين على الارض، جاوا مهززين على الارض شي 25 سنتي. غادي نخليو هذا كتشاهدوا، هذا غنخليوه، وهذا السراق غادي نحيدوه. هذا الضربة تكون على العود، تحش عود العود ما يكونش خارجة باش ما يأثرش علينا. هاد 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 هاد, هاد, هاد اللي كنقولو حنا بلاصة الضربة ما كنخليوش حنا هاد البونت حنايا، كنجدرو ليها على سميتو على العود. نحبسو واحد شوية، نقصو منها في العلو، طوالت بزاف، نقصو منها واحد شوية العلو باش تعطينا العرض، حيت الشجرة إلا ما حبستيهاش ما تعطيكش العرض. شدها عن بعد، شدها عن بعد، الشجرة تحلت، ويعني سميتو راه كاين الكبر فيها، الشجرة راه كبيرة، الشجرة راه علات، وراه كل ما نقصناش منها هذاك العلو غتبقى طالعة بحال السبولة. بالنسبة للبلدي هذه الخدمة ديال البلدي، أما بالنسبة للغيكوين وبالنسبة للكورونيكي وهداك الشيء راه كيتهز غير من التحت، حيت علاش كيدار لا هو، هذه لا، هذه البلدية بوحدها، التقليم ديالو القليم ديال البلدية بوحدها، هادي كنحضيو ليها التوازن، وكنحضيو ليها خاصنا نفتحوها، وخاصنا نحبسوها. أيوا كيف كتشاهدو بالنسبة للبلدي الكبير، ها هو كيف كتشاهدو، اللي هو عندو واحد 50 عام تقريبا، ولا وما يزيد 50 عام وما يزيد، هاد الزيتون الكبير. بالنسبة هادي مقادة، هادي ندير لها واحد شوية نقفو واحد شوية من الفوق، صافي باش تعطينا العرض. هادشي اللي كاين مفتوحه مقاده، ما خاصها حتى شي حاجه، هادشي اللي فيها، هادي مقاده. هادي عندها واحد العود تحت، غادي نحيدوه على الحب ديالها، هادي راه بلديه، الحب ديالها هو فيها الحب. الحب ديالها غالبا حوزيه، غالبا حوزيه.